قول أليس. الإخراج من حسام ساحلي وأسامة حميدي، أكثر من 72 فنان بين مغنيين مسرحيين. اليوم زاد نشوفوا دي زارتيست دو سيرك، دي كوميديان دو سيرك. العروض الأولى اللي شفناهم لو 11 و 12 مارس، هكا لو 11 و 12 مارس. العروض الأولى هي بدات هي قبل 2020. دونك 2021 جاز لابو في مسرح الأوبرا، وبعد في سلسلة نتاع عروض بعد الكوفيد. بعد الكوفيد فوالا. من ديسمبر 25 و 26، وبعد عملنا 12 و 13 مارس اللي فات. فوالا دونك لو 11 و 12 مارس من عام سنة، لكن من قبل لأول مرة في كارتاج. بون باش نقولوا لأول مرة كارتاج أعوام توا بعد الكوفيد. التحضير نتاع العرض هذا قداش عنده من عام؟ تو نحكيو على اعوام نتصور. واسكو زاد سؤال، موجودين كنتوا من الاول؟ ليكيب هي بيدها قعدت ما تبدلتش؟ ناخذ الفكره معاكم. بالنسبه للمعلومات اللي عندي، خاطر يعني انه اسامه المهيدي يعني العمل هذا قاعد يتيب عنده يعني برشا اعوام. بس حضروا تقابل هو عبد الكريم حسين عبد الكريم المنتج صاحب شركه بدع للانتاج. دونك خمموا باش يعملوا بروجي كوميدي ميوزيكال كانتاج، اول انتاج تونسي يعني على مستوى الضخامه، بالشراكه مع مسرح الاوبرا. بدات الحكايه، حسام الساحلي يعني التقى وعملوا كاستينج. دونك نفس المجموعه اللي يقع عليها الكاستينج هي اللي خدمت في أليس في 4 شهور برايف. فهمت، وخدمة كانت مقسمة يعني بلوزيغ تاش، خاطر الدونس يخدم وحده، المسرح يخدم وحده. هذا زاد السؤال، وقتاش اللقاء يصير بين اللي خلينا نقولوا اللي نسميهم لي ديبارتمون الكل نوعا ما، بين لي دونسور لي ميوزيسيان لي شونتور زاد لي سيركيسيان ou les circuits, c'est kif kif, mais c'est l'IQ, اليوم كي يصير 72 ارتيست، نحكيو هكا اكثر بشويه من 72 تقريبا. يعني ليكيب تكنيك وكل شيء. فوالا اكيد. نتصور يفوت لي. بالاوركستر سيمفونيك. بالاوركستر، زاد اكزاكتومون الاوركستر سيمفونيك. اليوم ايكيب كامله تبارك الله، ان نومبر كيما هذا، التنسيق بيناتكم. اليوم سي بون، تصور استانستوا ببعضكم بعد العروض. بيان سور، ولينا فاميليا واحده. ما عادش حاجه تحسوها يعني ديريكتومون كي تطلعوا على الركح، الناس الكل تفهم بعضها. اي اكزاكتومون، سي كل شيء محطوط منظم معناها. وي لي رول كيما قلنا نتاعكم انتوما، باش نعاود نرجع، لكن قبل هذا ناخذوا فكره عليكم انتوما. نبدا معاك امينه، قداش اليوم عندك في الميدان هذا، الميدان الفني بصفه عامه من وقته؟ انا ساعه بور كومونسي شانتوز دوبيرا. اي بديت 2014، دخلت للانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك دو تونس. كنت باش نغني شرقي يا اخي، بعد بدلت رايي، قلت لي لوبيرا حاجه كلاس واكسبيريونس باهيه، وكي جربتها ما كنتش نعرفها، اما حبيتها او فيغ اي مزور. دونك توا من 2014 ابارامون 10 سنين، 8 سنين تقريبا. 8 سنين خلينا نقولوا اليوم في الميدان. اليوم نقري في الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك اللي ديجا تخرجت منها. دونك فوالا. واليوم نحكيو اكيد باش نعاودوا نرجعوا على الدور نتاعك، اليوم ملكه القلوب. لكن قبل كيف كيف هيثم اليوم في الميدان الفني، كيف كيف نخليك اليوم تعطينا فكره من وقته. دونك هيثم العويني، متخرج من المعهد العالي للفن المسرحي 2011، استاذ تربيه مسرحيه قرر في وزاره التربيه، وممثل ومخرج مسرحي. دونك نعتبر روحي يعني دخلت الميدان الاحتراف من بعد التخرج، يعني بين اعمال مسرحيه وتلفزيونيه وسينمائيه. دونك نجم نقول فما 11 سنة. تبارك الله، اللي اليوم يوصلوكم لهم هذا من كل العرض. اليس نبدا معك امينه، ملكه القلوب اليوم شكون هي؟ خاطر خلينا نقولوها الحاجه، اليوم في معناتها اليوم في عرض كيما اليس، سي اون كوميدي ميوزيكال، زاده يا دي ميساج ديغيغ، ثم غني، ثم زاده دي موفمون اللي نشوفوهم افيك لي دونسور، سي توت اون هيستوار. اليوم قصه كامله، معناتها كل شخصيه عندها، معناتها كل رول زاد عنده رساله. ملكه القلوب اليوم شكون هي؟ ملكه القلوب هي الاخت الشريره، عنيفه، مغياره، مسمامه، ديما تعيط وتصيح، ديما متغشه، مش عاجبها حد شيء.
فوالا دونك ملكة القلوب اللي مسيطرة على الناس الكل، وكل والناس الكل تخاف منها وكلهم يرعشوا منها والف ويقراوا لها الف حساب. فوالا والله هذه ملكة القلوب الأرنوب هيثم الأرنوب. قبل باش نحكي خاطر احنا العرض بتاعنا اسمه اليس، مش اليس اوبي دو ميرفي ولا ايموليانت. لويس كارول بين لويس كارول وبين اليس فما ادابتاسيون كي مش نرجعوا للاستوار 18 سيكل. لويس كارول دونك حكايه تكتبت في الوقت هذاك عند ملي ميساج نتاعهم كسوا في علاش لا رين دو كور ولا رين بلونش دونك مربوطه بالدين الحكايه البروتستان والكاثوليك. خاطر لويس كارول هو ستان كريفان وفي نفس الوقت هو ستان بريتر يعني وقت هذاك. دونك اليس البنيه اللي في الرحله ذي الحلمه نتاعها في العالم او بيو دو ميرفي اللي هو الجيد نتاعها هو لابينو الوايت رابت. دونك الشخصيه هذه هي الشخصيه يعني اللي هي تهز الاحداث الكل في في علاقه اليس بالشخصيات اللي باش تشوفهم في العالم هذاك. اسامه اي حسام في الكتيبه وكل شيء. دونك حاولوا نعملوا اليس تونسي. دونك يعطينا فكره فوالا على ولا. اليس اليس تونسي ما مشيناش يعني علاش قلت لك ادابتاسيون دونك سميناها اليس باش تكون يعني اليس تونسي حتى في لي بيرسوناج كو سوا في لا رين دو كور علاش اخترنا الملكه الشامطه الخبيثه فهمت اللي تحب تسيطر راجلها اللي هو ملك يخاف منها دونك حاجات قرابه كيف السوسيتي نتاعنا تونس. الارنوب اللي هو شخصيه قريبه ياسر للصغار على ذيك خاطر الكوميدي ميوزيكال هذه موجهه للصغار وللكبار. دونك اليس اللي قلت الارنوب البيرسوناج حركيه ياسر يعني محركه للاحداث. اخترنا زاد باش يكون تونسي يعني موظف يخدم عندها هو يخدم ليله صلاه وديما خايف وعنده مشكله نتاع الوقت وديما يخاف وديما يجري. دونك خديناها هذيك اللي هي السرعه نتاع الوقت بين الارنوب. وبعد ورديناه التونسي خاطر ولينا نحكيو بالنص كان يعني مكتوب بالدارجه التونسيه دونك نحكيو تونسي دونك يولي يقرب اكثر لشخصيات ولات تقريبه لا غين بلونش كسوا الجارديان العساس. خلقنا يعني بيرسوناج باش نبعدوا على الاستوار ريال بينا كل باب تكبر وتصير خاطر سي ديفيسيل باش تخدم يعني حاجات يعني في المنطقه هذيك في الكوتي ميغيو باش توصلهم يعني لايف ديريكت سكسان. دونك فوالا الشخصيات رديناهم توانسه وخلقنا يعني انه الاستوار باش الحكايات اللي هي مشاكل في السوسيتي نتاعي انا زوز خوات حاجه اللي كيف كيف فما غيره اي بيان سور معناتها اللي تمشي كما قلت بكري هيثم ادابتي للتوانسه كالارنوب اللي نعرفوه كيف كيف نصور ملكة القلوب معناتها الشخصية اللي مش نقول نشوفوا منها بالعكس ده في المجتمع معناتها فما منها فوالا هذا نوع زاد من الكريتيك عليه. صار حاجة فيها اللي هيثم قبيلة يحكي بون العباد هي قاعدة تسمع مش قاعدة تشوف فيه ما يحكي بفرحة اللي أنا بالرسمي وليت متشجع أكثر حتى مش نمشي. مي جوست حبيت نعرف بون بيسكو البروجي خاطر فما بليزيور كوميدي وبرشا حكايات صحاح في الدنيا كل شيء شكون الأول اللي قال تيان نعملوا اليس عطاش الفكره الاولى شوما اسامه مادام هو اللي كتب الموزيكا الموزيكا اللي هو باش. هو اللي لا ديسيدي بس هو اللي كتب في بالي معناتها واحد منكم الزوز هذاك علاش هما هو اون فيت اسامه اللي كتب الموزيكا قعد سنين يكتب برشا سنين يكتب في الموزيكا بعد كي تقابل مع سي حسين عبد الكريم وحسام ساحلي زون ديسيدي باش يعملوا اليس ودايوغ لي بيرسوناج اللي اختاروهم طول معناها ينوبا مثلا هيثم ما قعدوش يلوجوا على واحد باش حسام كلمه قال له اسمع انت راك الارنوب وي لي شوا فوالا لو شوا اسامه كلمني قال لي انت لا غين ديكور كلم عايده قال لها انت تنجم تكون كان الملكه البيضاء دونك ظاهرين معناها شخصيات ظاهرين لانهم ممثل او كوميديان باش يمشيو يحكي زاد حاجه مهمه يمين اليوم الموزيكا كيف كيف اللي موجوده اليوم ان اكسكلوزيفيتي باش نسمعوا مع بعضنا اون دي ميوزيك من عرض اليس نسمعوها مع بعضنا. يا سيدي يا تاج الراس انت اللي تهواك السمرة خمرية رقة واحساس والذبحة منها في الخزرة يا سيدي يا تاج الراس انت اللي تهواك الشجرة ضحكتها لولي والماس والمبسم في طعم الحياة
سيدي تاجر راس دونك كلمات عايدة نياتي وكيف كيف أغنية عبد الرحيم قريشي كما قلنا الكلمات حلوين برشا زيد لا ميوزيك اللي نسمعوا فيها دونك هذايا باش نزيدوا حطوها كالمستمعين تاعنا المتفرجين على الباج فيسبوك دون لو كونتكست هذا الغناء اللي كيف كيف باش يتعدى اكيد في العرض مع لا ميزون سين اللي باش نشوفوها دونك عايدة نياتي كيف كيف كي ان رول زيد في العرض لا رين بلونش وفي وزاد التحية لمحمد سعيد اللي غنى أغنية يا سيدي تاج الراس تطور الوزير فما زاد محمد أمين بوهليل شكون الترابشي المجنون الترابشي اللي هو شونتور دوبيرا زاد شخصية زاد مهمة زاد في أليس وفما بنوتة صغرونة عمرها 15 زاد هي زاد تغني سارة خنفاوي دونك كيف كيف لا ديكوفيرت دو نوفيل معناتها خلينا نقولوا دو نوفيل فوا اليوم في تونس وعباد معناتها جدد اللي باش نكتشفوهم في العرض هذا دي موديفيكاسيون تصور سار وبكري حكينا على ادابتاسيون من عرض من معناتها من سبيكتاكل دو لويس كارول من الاول ادابتاسيون كيما قلنا زاد للجمهور التونسي شنو هما الحاجات اللي تزادوا اليوم لي رول مثلا اللي تزيدوا اللي نشوفوهم ماهمش موجودين بالكشي لا بالنسبه لخدمه في الكتيبه تاع انا كممثل زاد كمسرحي دونك عندي فكره على الدراماتورجي وكل شيء حتى في الكتيبه وزاد بحكم انك واحد زاد يعرف زاد الاستوار ريال يرجع لسكارول كيفاش تكتبت اليس وبليس ما تستحقش اليس الناس كلها عرفت خاطر شفناها تخدم برشا في الافلام وزيد المساحة إن اللي فيها يعني العوالم تاعها تخلي يعني تشاهيك باش تخدم أليس يعني ودونك ما عادش نحكيو على أليس تابع الإنجليز دونك ولات نحكيو على أليس انترناسيونال يعني كي شكسبير يعني سي فغي هذا الحاجة الأدابتاسيون يعني شنو إنك أنت كيفاش تحكي يعني باش توظف إنك تاخو عمل من التراث الأدب الطفل العالمي دونك باش تعمل حاجة تونسية باش تخلق البصمة التونسية دونك خلقنا إنه الأغنيات الكلمات نتاعها باش تكون تونسية قريبة للحكاية مقربينها خلينا يعني الكونفلي يعني باش تاخو انت الاستوار دونك باش تاخو المحور اللي باش نركزو عليه دونك اليس تونسي باش تدخل العوالم تاع كله تونسي يعني العركه خلينا عركه بين لا رين بلونش و لا رين دو كور اللي هما خوات العركه هذيك زاد تونسيه كيفاش تكامبين وكيفاش عركتها مع بكلامنا نحن بكلامنا التونسي يعني عركتها مع راجلها يعني الامير وتهز كلام وتهز جيب يعني تلقاه كله في الاغاني مع شويه ديسان يعني تياترال مع صادق طرابلسي والجارديان وفتحي بوسهيله ويعني عندنا زاد محمد امين بوهليل زاد قام بدور حلو ياسر اللي هو شونتور وفي نفس الوقت يعني اكتور قام بدور الشابليفو زاد يعني سي با فاسيل باش تخدم يعني الشابليفو بحكم
اخذينا لي بيرسوناج المعروفين حتى في لي كوستيم في كل شيء يعني نفس الكوستيم نفس الكونسيبت امنسنا انهم يحكيوا تونسي حتى في حركاتهم حتى في لي موفمون تاعهم تحسهم يعني تحسهم التوانسه جيستويل نتاعنا نحس تاع كل يوم يعني البصمه نتاعنا سواء في الكور سواء في لي زيموسيون نتاعنا و فوالا يعني هذه مع لي سيرك مع نخدموا انه الاغاني زاده يعني حتى في الكتيبه مع اسامه يعني اسامه تلقى الجو التونسي كيما مع هي تفهم في الموسيقى تزيد تحكي اكثر وزاد نلقاو زاد ان الحاجات المودرن نلقاو الاوكسيدونتال نلقاو الجاز نلقاو البلوز نلقاو الدونس نلقاو الجو الشرقي وفي نفس الوقت الهيب هوب كل شيء الستيل بتاع البوب يعني موجود يعني كل شيء يعني حطي يعني تحطت في الخدمة في حاجة باركة في نفس انه في عرض واحد متكامل يعني ملتي ديسبلينير تلقى فيه كل شيء يعني على بليزيغ نيفو تلقى لي سيركسيان يخدموا الفوق فما دي سين تخدم فما غناء فما دي دونسور وهذا يعني سام في يعني حسام الساحلي وصبري عطرو زاد في الإضاءة ولي بروجيكسيون زاد تروادي باش نخلقوا باش نوصلوا للبيبليك بينين ويسمع موسيقى باهية وموسيقى ويتفرج في حاجة تخلي الصغير والعائلة يعني ينجموا يتفرجوا خاطر لي ميساج الكل موجودين هكا بالنسبة للصغار العركة هذيك في الآخر يعني باش يتسامحوا توصل الميساج يعني العركة حتى الصغير ينجم يتغرم ينجم يتغرم سورتو الصغار توا ولاو سامحني هيثم بالتليفون والتابليت ولي جو فيديو ما عادش ينجموا يقعدوا يتفرجوا على مسرحيه ولا باش يتفرجوا على كونسير دونك نحنا جبنا لهم كوميدي كامله فيها كل شيء وحتى معناها لوميير كل معناها في عوض ما تفرج فيها في تليفونك تلقاها لايف اون لايف وسورتو وين خلي نقولوها اليوم في كارتاج اليوم مهرجان معناتها كارتاج نهار 18 جويليه من الشهر هذايا خلي نقولوها اليوم كي نقولوا كارتاج مسؤوليه كبيره اكيد كان ثم من الاول ستريس سواء انتوما ولا ليكيب الكل كي نحكيوا على كارتاج كي عرفتوا اللي باش تعرضوا اليوم في كارتاج او بالعكس قلتوا ان تشالنج هذا لينا احنا اليوم نكونوا موجودين في فيستيفال كارتاج بون انا الحقيقه نحن اون فيت عملناه ولا على اساس مبرمجين برمجين فوالا دونك خذينا الشوك من عمنا ولا فوالا تعدينا هذاك شنو هذاك فاش حكينا اكزاكتومون عروض كارتاج الكل كانوا برمجين عمنا دونك عندكم عام هاكا وين هي مش سهله كارتاج الحقيقه بوغ نكونوا اونيت اما انا واحد من الناس نحكي على روحي كي لقيت روحي قاعده نمثل اونتر تون مش جست نغني لقيت راحتي اكثر في السين ما عادش نخمم كيفاش لازمني نغني واسكو العباد يعجبهم صوتي ولا واسكو نغني بصحيح ولا وليت نخمم اللي انا باش نخرج لازمني نعمل البا هذه وبا هذه والبا هذه نعيط على هذيك وهذيك ونعمل هكا وكهو معناها ما عادش نخمم انا كيفاش صحيت جست نخمم في لي با نتاعي سور سين نخمم مثلا كان نطيح شنو 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 لازمني نعمل معناها لامبروفيزاسيون فوالا دونك ما عادش تخمم في في الرهبه و الناس اللي باش تكون موجوده لا لا لازمك اون بليس حتى السيتي دو لا كولتور تياتر دو لوبيرا ماهوش فرح صغير 1800 ماهمش شويه العباد اللي يجيو يتفرجوا نهار اللي عملنا سولد اوت فرحانين على الاخر معناها سي بيان فما عباد يجيو يتفرجوا يحبوا يكتشفوا دونك فما شويه هكا خوف صغير ما لكن اون فوا سور سين صورت نسيو الخوف اون فوا سور سين ونحن راهو اون فامي لحمه واحده في دايوغ بدينا من الاول راهي هي الحكايه بدات من الاول من اول ما بدينا الخدمه هيثم وصادق تلهاو بتوسكي التمثيل دونك خذوني انا وعايده وبهلال ومحمد خدموا معانا توسكي تياتر يعطيهم الصحه وباغ كونتخ نحنا خدمنا معاهم الموزيكا واضح معانا دونك فوالا ترافاي ديكيب اكزاكتومون اي اكزاكتومون لي دونسور كيف كيف ما نجموش حتى شيء من غير موزيكا لازمهم يحسبوا الاوقات دونك سينيرجي كما تخلقت كلنا مع بعضنا فوالا هذيك الحاجه المزيانه واللي تخلينا نرتاحوا خاطر كي نتقابلوا نهار العرض باش نطلعوا سيي سور سين
كي تغزر الهيثم وتلقاه يضحك لك ترتيح، كي تغزر العايدة تلقاها تقول لي سافا أمينة زايغة، نقول لها هيكو غازة يا عيدود داي برا تو باش نتعاركوا شخصين. اي اكزاكتومون. وبعد العركة أما راهو في العركة نخرجوا الكره الكل، معناها ما نعرفش منين يجي أما إنرجي سبيسيال على الآخر، نلقى روحي نكرهها شخصين وبعديك نبوسها ونعنقها ونقول لها عيدود صحيت برافو محليك. هذايا كيف كيف لا سينرجي اللي تلقاه والخدمة مع بعضكم زادة. هذيك هي الجينيروزيتي اللي تخلقت بين ليكيب الكل حتى مع لي سيركسيان، خاطر تلقى يعني نخدموا الكل مع بعض يعني حتى مع لي دونسور، خاطر موجود انا موجود سيركسيان مع لي دونسور موجودين معايا، دونك حتى لي ميزون بلاس باش تتحرك تعرف يعني لازمك تعرف لي با وزاد لي موفمون باش يستحوا الكوريغرافي كامله. لان تحيه لمريم فرشيش اللي هي خدمه الكوريغرافي، زاد محمد جوبي في اللي هو يلعب معنا لو برانس، وزاد هو زاد يعني سيركسيان يعني نشوفوه بعد من برانس بعد نشوفوه الفوق يتشقلب يعني تبارك الله عليه. فتخلقت جينيروزيتي نخدموا مع بعضنا بحكم انا يعني جاي من المسرح دونك في التمثيل، دونك وليت انا في الكوميدي ميوزيكال نلقى روحي يعني نجم نكون اكتور شونتور، وزاد لي شونتور زاد لي شونتوز يلقاو رواحهم في الكوميدي ميوزيكال. هي قالت لك انا راني لا غان دو كور، لا غان دو كور اللي تغني مش امينه بقلوتي، خاطر امينه بقلوتي اكيد عندها الكاركتير نتاعها سيغ سين لي موفمون نتاعها وقفتها وكذا، اما المره هذه تلقى روحها بيرسوناج باش تغني. وهذه راه سي با فاسيل يعني، خاطر ديما الشونتور ديما تلقى عنده الوقفه نتاعو ينسى روحه يولي اي ينسى روحه. لا المره هذه لا احنا نخدموا هكا نقول لها راك انت بيرسوناج لي موفمون نتاع لي بيرسوناج اللي خلقتهم انت بيرسوناج صعيب لازم تغني اون طون حتى كي تغني الوجه نتاعك لازم يعبر على البيرسوناج، ما لازمناش نشوفوا امين يعني لازمنا نشوفوا لا غام دو كور. هذيك الحاجه الباهيه في الاوبرا اون جينيرال ديما ديما نمثلوا ونغنيوا اون ميم طون، هذيك الحاجه اللي عاونتنا. كان جيت نغني شرقي فتتخراني لقيت مشكله كبيره راهي كانت اصعب، لكن اليوم فوالا كل شيء مشي مع بعض. هابيتوي ان ناخذوا اير دوبيرا وتبدا ديجا هي بيرسوناج ولازمك تاخذ شنو هي لي زيموسيون نتاعها، هي شنو هي لاتيتود نتاعها، دونك اون اي اوبليجي ديجا من الاول نحن متعلمين هكاكا لازمنا نخدموا هكاكا، دونك سيتي با سي ديفيسيل اما كوميم باش تخرج برشا شر في دو سيكونس مش حاجه سهله. لكن للناس هاكا اللي تحب تزيد تشوف يلقاكم لو 18 جويي ان شاء الله دونك في كارتاج فيستيفال دو كارتاج. لي تيكي ماهمش غاديين راهو 20 دينار 20 دينار فوالا يكون في سيتي دو لا كولتور في تياتر دو لوبيرا في كارتاج فوالا دونك هاكا يلقاهم على الموقع الكل. شكرا اللي كنتم موجودين بحضنا امينه بقلوتي عفوا وهيثم عويني، شكرا مره اخرى نلقاكم ان شاء الله لو 18 جويي في كارتاج. نخرجوا عفوا فاصل